أزيد من 600 هيكل صحي جديد دعم به القطاع الصحي خلال الأربع سنوات الأخيرة، هياكل صحية مختلفة مزودة بأجهزة وأقسام طبية متخصصة لتخفيف الضغط على المستشفيات. أكثر من 606 هيكل تم بناؤه، إضافة إلى المشروع الطموح الذي سنصل إليه في هذا السداسي تقريبا من مستشفى في عين بنيان ومستشفى وعيادة للتوليد والنساء برغاية وبالراخي ومستشفى القلب الذي تلاحظون أن تقدمنا في الإنجاز تقريبا 80%. هناك مشروع واعد وهو لأول مرة بقرار من السيد رئيس الجمهورية، قرار يتعلق بإنجاز لأول مرة مستشفى للمشاكل المتعلقة بالأمراض الأعصاب والجراحة في باب حسن. عيادات ومستشفيات جديدة، ولأول مرة مستشفى خاص للأعصاب والأمراض المستعصية بالعاصمة، هي مشاريع يرى فيها الجيش الأبيض دعما للقطاع وتخفيفا للضغط. بين المهام تاع هذه العيادات هذه تخفيف الضغط على المستشفيات وتسهل الأمور كثير للمريض. مشاريع صحية واعدة تعكس الإرادة القوية لتقريب الصحة من المواطن والتكفل الأمثل حتى تكون الجزائر بمقاييس دولية في جميع التخصصات.